أسعدتم وحييتم أحبتي حيثما أنتم. إن شاء الله اليوم المحاضرة الثالثة. لحد الآن إحنا محاضرتين في قائمة تشغيل فيجوال بيسك. إن شاء الله اليوم المحاضرة الثالثة. قبل أن أشرع بالمحاضرة الثالثة حبيت أنوه مسألة مهمة. كل محاضرة إن شاء الله بالوصف الخاص بالمحاضرة المعنية راح تلقون أسفل المحاضرة بالوصف بصندوق الوصف قوائم التشغيل المهمة اللي أشرت لها مسبقا والمصدر اللي دا نعتمده، وإضافة إلى ذلك take away notes، يعني هذه فد ملاحظات هذه تشمل ان احاول اخلي كل الكودات اللي ناخذها بكل درس. مراجعة سريعة للكودات السابقة. احنا بالمحاضرة السابقة محاضرة lecture 2 اللي هي كانت عن التكست بوكس، عن الليبل، على الكامبو بوكس، على الليست بوكس والانبوت بوكس والمسج بوكس، اخذنا تقريبا 9 كودات مهمة. كل كود من ذول الكودات أحبائي لازم نعرف، لازم حافظين الصيغة الخاصة بي، أوكي؟ يعني السينتاكس. فمثلا بالنسبة للكود الأول، إذا ردنا مثلا عندنا 2 text box ونريد النتيجة ب text box ثالث، سواء عندنا addition, subtraction, multiplication, division، فيكون السياق البرمجي بهذا الشكل. طبعا اذا استخدمنا اعداد عددية قلنا راح نستخدم الفانكشن اللي هي اسمها val، اوكي، واذا ما استخدمناها راح يصير عندنا، حتى لو خلينا ارقام راح يصير عندنا concatenating، يعني يصير عندنا لصق. مثل من اخلي 3 و 4 او 6 ب 6 ما راح يطلع لي نتيجة جمعهم 12، يطلع لي اياهم 66 لان concatenating. الفانكشن الثاني، الفانكشن المهمة اللي أخذناها اللي هي تعتبر وسيلة إخراج، اللي هي عكس الـ Input Box، وأني أركز على هالموضوع اللي هي الـ Input Box، عفواً الـ Message Box. الـ Message Box أحبائي نكتب Message Box، وهذه الكلمة الـ Message Box هي Function Built-in Function بالـ Visual Basic، يعني هو حيتعرف عليها. هذه الفانكشن تأخذ كتابة بين هلا بين double quotation، لاحظوا هذا double quotation، إذا أريد أخلي فت كتابة تظهر لي أخليها بين double quotation، مثل ما تلاحظون هسه مثلا the addition of first number and second number is، وإذا أردت أخلي قيمة المتغيرات أخلي علامة الand اللي هي هاي اسمها ampersand، وأخلي شنو العملية اللي أريد أجريها اللي هي val text 1 dot text زائد val text 2 dot text. طبعا هنا يفترض كلمة val يبدو إنها ما موجودة، يعني بالنسخ راحت، راح تلقوها أكيد، راح أعدلها طبعا، يعني أضيف فقط كلمة val. okay. الثالث حتى نسوي كلير المحتويات التكست بوكس او الليبل، يعني هسه هذا عندنا اريد اسوي كلير افرغه للتكست بوكس، فكل اللي اسوي تكست بوكس دوت تكست، طبعا هذه هنا تشوفون ارقام لان احتمال الاول الثاني العاشر، بس احنا لان مثلنا اني نزلتهم من المثل من البرنامج راسا من تطبيقنا، فبقوا واحد لان هم كان مثل تسلسله واحد اثنين. كل اللي اسوي اخلي نيل فاليو، يعني قيمة صفرية، واللي هذه تتم عن طريق الدبل كوتيشن بيناتهم سبيس. اذا اردت اخلي النتيجة على ليبل، كل اللي اسوي الكود البرمجي ليبل دوت تكس، وهنا قد يكون ليبل 1 ليبل 2 ليبل اكس، ايش قد ما عندي ليبلات مو مشكلة، اقدر اخلي بكل ليبل نتيجة. ايش راح اقول له؟ val text 1 dot text زائد val text box 2 dot text. طيب
إذن هذه أخلي الفال هي أيضا فانكشن بولتن فانكشن معرفة للفيجوال بيسك، تاخذ بداخلها القيم اللي أريد أشتغل عليها. 5 to activate a specific form from multiple forms in a project. إحنا تذكرون بالمحاضرة السابقة قلت لكم بدل ما أنهي البروجكت وأشرع ببروجكت جديد خليني أسوي بفورم آخر، فيعني البروجكت ممكن يكون بأكثر من فورم، بس كل ما أريد أفعل فورم لازم كل فورم أريد أفعله أطفي الفورم الأول وأشغل الفورم المعني بهذه المسألة. طيب سادسا شفنا كيف نضيف، اشتغلنا على الليست بوكس والكومبو بوكس، وقلنا فرق الليست بوكس الجوهري عن الكومبو بوكس انه الليست بوكس تعرض لي كل المحتويات، اما الكومبو بوكس فتظهر لي قائمة ويظهر لي سهم على اليمين، اقدر اضغط على السهم باليمين ومن خلال ما اضغط عليه راح تظهر لي الخيارات، وارجع واقول هذه الفارق الأساسي، وأحيانا قد يجيكم بالكويز بالامتحان الشهري بالنهائي ما راح نقول هذا كومبو بوكس أو ليست بوكس، فأنت لازم تعرفه. والكومبو بوكس يا أحبائي دائما يأخذ قيمة افتراضية أنت تقدر تغيرها من البروبرتيز من بروبرتي اللي اسمها تيكس. طيب وشفنا هنا انه احتاجينا نعرف متغير اللي هو اسمه نيو كلر، انت تقدر تسمي اي شيء، وبعدين قلنا للمتغير اللي نيو كلر خلينا الفانكشن اللي هي الانبوت بوكس، هذه الفانكشن عبارة انبوت بوكس من تكتبها بالفيجوال بيسك هذه معرفة للفيجوال بيسك، اما المحتوى اللي بين الهلالين فهذا المحتوى اللي راح يظهر لك. طيب الليست بوكس دوت ايتم دوت اد هذه اذا ردت بالرن تايم، احنا طبعا عرفنا بالديزاين تايم يعني وقت التصميم نقدر نضيف من خيار ايتمز كولكشن، لكن ايضا اذا ردنا بالرن تايم يعني من ننفذه نضيف، فراح نقدر من خلال الليست بوكس 1 دوت ايتم دوت اد نقدر نضيف كلام. الريموفينج على النقيض يعمل عمل الادنج يعني كفانكشن كأداء كفانكشناليتي كوظيفة وأداء نفس الشيء، الفرق انه احنا بدل ما يكون عندنا عبارة الاد يكون لاحظوا هنا عندنا عبارة الاد هنا عندنا عبارة الرموف، ايضا هنا تمت العملية عن طريق انه احنا انبوت بوكس، وقلنا هنا بهذه الحالة اللي نريد نحذفه لازم يكون مشابه تماما من القائمة الموجود عندنا، لأن إذا ما كان يشبهه ما راح تجري عملية الحذف. استمرينا بالحديث مع الكومبو بوكس، والكومبو بوكس أحبائي أيضا شفنا إذا ردنا نضيف لقوائم بالديزاين تايم يعني وقت التصميم قبل لا نضغط على الران، علامة الران طبعا أحبائي هي هذه العلامة دا تلاحظوها اللي هي أشبه بعلامة البلاي بالراديو. اوكي احبائي، فقلنا انه اللي نسويه انه اذا ردنا نضيفه بالتصميم اثناء التصميم قبل لا نضغط على علامة الرن، كل اللي نسويه انه نضغط على الخصيصة اللي اسمها item ومن عندها collection ونضيف. اما اذا ردنا نضيف اثناء الرن تايم فكل اللي نسويه ايضا input box، وراح يكون عندنا الخيار البرمجي combo box 1 dot item dot add new color، واللي من اريد احذفه combo box dot item dot remove، والمتغير اللي هو remove color، وهذا remove color لاحظوا منين اخذه من الانبوت بوكس، اذا قيمة الريموف هي تمثل قيمة اللي ادخلها بالانبوت بوكس. اوكي لذلك اقول لكم لازم تكون متشابهه. طبعا انا حبيت اجري مراجعه سريعه قبل ان نشرع بمحاضره اليوم، وقبل وارجع واقول اذا ما مشتركين بالقناه ارجو الاشتراك بالقناه، وحتى يكون وتفعلون خاصيه الجرس حتى بالنسبه طبعا اكيد هذا للطلاب الخاصين بي،
اللي أدرسهم، وبالنسبة للأشخاص اللي يتعلموا يحابين يتعلمون لغة الفيجوال بيسك بالوتيرة الأكاديمية الصحيحة، يعني حتى ما نكون، لأن أحيانا أهم شيء إحنا لازم نعرف أنه ناخذ المادة بشكل تسلسلها الطبيعي أفضل مما أن نأخذها بشكل يعني متذبذب بداية ونهاية. كذلك طبعا أرجع وأقول، هذا اللي يريد يتعلم أي لغة برمجة أكيد 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 لازم ينفذ على الحاسبة، مو ورقة وقلم. لذلك حتى الدرس اللي ندرسه بهذه المادة هو درس يكون بالمختبر، لأن طبيعته تحتاج أن تكون بالمختبر لأن هي لغة برمجة. طيب خلينا هسه نجي للدرس اللي وصلنا له، وهو الـ Working with Pictures. أوكي، خلينا نرفع هذه الإعلانات المزعجة. أوكي، ونرجع مثل ما نقول، خلينا كيف. طبعا هذا الكلام يقول الـ Picture Box is a control in Visual Basic 2019 that's used to display images. In Lesson 3 we have already learned how to insert a picture box on the form in Visual Basic 2019. يقول هو الـ Picture Box، صندوق الصورة، هو فد أداة تحكم موجودة بالفيجوال بيسك 2019 تمكننا من عرض صورة معينة. يقول بالدرس الثالث اللي هو هذا Enhancing the UI User Interface، UI مختصر User Interface يعني الواجهة التعشيقية مع المستخدم. Already how to insert on the form in the... Okay. However, يقول لكن we haven't learned how to load a picture in the picture box. يقول عرفنا شلون نضيف للpicture box بس ما عرفنا كيف نحمل الصورة إليه. بهذا الدرس يقول in this lesson we shall learn how to load an image into the picture box at design time and at run time. راح نتعلم كيف نضيف الصورة بالديزاين وبالران. طبعا أحبائي احنا دائما عندنا مفردة الديزاين والران، خلوها ببالكم. الديزاين تايم يعني الوقت اللي احنا أول ما نصمم نخزن المتغيرات المعلومات الداتا. الران تايم لا، التغييرات تصير بعد أن أجري، بعد أن أضغط على الران، على زر الران. يقول besides إضافة إلى ذلك، besides that we shall also learn how to use a command dialog control to browse for image files in your local drives and then select and load a particular image in the picture box. يقول أيضا راح نتعلم شلون نضيف الكماند دايالوج. هذا الكماند دايالوج راح من خلاله احنا احيانا الصورة نختارها نعرف مكانها، واحيانا نحتاج نجري عملية البراوزنج. البراوزنج يعني التصفح، أبحث عنها، يعني مثل ما تشوفون أحيانا من نريد نحمل فايل أو صورة راح تظهر لنا ملف وإحنا نظل نقول له براوز مثل بالديسكتوب بال أو مثل بالسي وهكذا. طيب أحبائي، أول شيء راح نتعلم شلون لودينج أن إيمج آت ديزاين تايم، شلون نحمل الصورة بوقت التصميم. First, insert a picture box on the form and change its text property to picture viewer. طبعا يقول أول شيء جيب picture box وغير ال property، text property سميها لل picture viewer. Okay. طبعا هذا مو الاسم البرمجي، الاسم الظاهري. Its border property to fixed single. وغير البوردر بروبرتي يعني الاطار للفيكست سينجل يعني واحد ويكون ثابت. اند اتس باك جراوند كلر تو وايت، وخلي الخلفيه بيضة. طبعا هذا كله الشغل وامتى يصير؟ بعد ان نجري الران تايم. يو مايت اولسو وونت تو تشينج ذا سايز مود اوف ذا ايمج تو ستريتش ايمج so that the image can fit in the picture box. يقول ايضا بامكانك من الخصيصه اللي هي اسمها سايز مود تغيرها للستريتش ايمج، حتى شنو من نحمل الصوره، الصوره راح كان فيت. كان فيت يعني الصوره تركب تماما على الاطار اللي بيها، يعني ما تكون اصغر او اكبر. اوكي، ناو رايت كليك اون بيكتشر بوكس تو برينج اوت اتس بروبرتيز ويندو ان ذا بروبر
يقول اضغط الان رايت كليك على البيكتشر بوكس حتى تظهر ان البروبرتيز ان ذا بروبرتيز ويندو سكرول تو ذا ايمج بروبرتي اس شون ان فيجر 7.1. يقول بالايمج بروبرتي روح سكرول يعني قلب للايمج بروبرتي اس شون، هذه اللي هي هنا دي شوفنا اياها. يقول بعدين next click on the gray button on its right to bring out the selected source dialog as shown in figure 7.2. now select local source and click on the image button to bring up the open dialog and view the available image in your okay. هسه خلينا نشتغل هذا الكلام. اول شيء نط سيف مثل ما تعلمنا، اوكي هذا راح يكون اسمها اول شيء خلينا نضيف البيكتشر بوكس، هذا البيكتشر بوكس اوكي. يقول لي غير البروبرتي اللي اسمها تيكس، طبعا النيم شنو اسمه بيكتشر بوكس، يعني برمجيا من اريد اوصل له بيكتشر بوكس. طبعا احبائي هنا تلاحظون هو يغير الاسم البرمجي، احنا ما نريد نغيره، خليه نفس ما هو حتى لا تصير عندنا مشكلة. طيب خلي نروح للباك كلر، احنا شنو الخصيصات اللي عندنا؟ اول شيء هنا and change its text property to picture. text property to picture راح نبحث عن text property. اوكي هنا ما عندنا text property. back color cursor dark location minimize ما عندنا property اللي هي اسمها التكست. its border to property fix single. اوكي راح نروح للبروبرتي اللي هي البوردر. اوكي راح نختار الفيكست سينجل. لاحظوا شلون صار فيكست سينجل. بعدها شنو اللي يريده من عندنا؟ يريد انه نروح للخيار السورس، نروح للخيار اللي هو شلون راح نختار السلكت سورس. راح اجي لهنا واروح للخيار اللي هو اسمه سلكت سورس. طبعا احيانا بعض هما تظهر لي احتاج اكبره شويه. select source windows طبعا انا عندي السورس وعندي احتاج السايز. هذا ايش قد طبعا ايش كم بيكسل، بس انا مبدئيا احتاج قلنا الايمج هذه اوكي. Use weight visible true minimum margin enabled background fixed. اوكي اكو خيار اللي هو الامج لوكيشن،
select source، افترض عندي خيار select source، لحظة لحظة، نختار الايمج، نضغط على هذا الخيار، هذه الجراي بوتن احبائي، الايمج الجراي بوتن، راح نختار السورس. انا ايش راح اسوي؟ راح اختار مصدر الصورة، اختاره مثلا من الحاسبة، راح اروح على الديسكتوب، خليني اختار هذه الصورة، اوكي، طبعا تبدو انه هذه الصورة كبيرة نوعا ما، احتاج اغير ايضا النوع التايب، احتاج اغير الايمج تايب، البروبرتي تايب اللي هي هنا، نحتاج نضيف الفورمات من التايب. بس قبل لا اضيفها، لحظة، قبل لا اضيفها كليك جراي بوتن اون ذا سيلكت سورس دايالوج، اوكي as shown، لحظة، للايمج، لحظة، اختاريت بالبروجكت وليس باللوكال سورس، اختار هذه الصورة، بس هذه الصورة احبائي نوعا ما هي كبيرة بالحقيقة والله، فاحتمال ما يظهرها لانها كبيرة، خليني احاول صورة ثانية، خلوا ببالكم الصور دائما يريدها صغيرة، لاحظوا الصورة شقد اخذ من عندها، ذيك السابقة كانت كلش كبيرة، خليني اشوف صورة اخرى، يعني انتو الصورة حاولوا حجمها يكون صغير، خليني اخذ صور هذه للليزر، هذه صورة ليزر هيليكال، اوكي لا بأس ان نشاركها، خلي نخليها اوكي، لاحظوا احبائي هذا اني اقدر اكبره، اشقد عد الصورة على حجم الصورة اقدر اني اكبره، واضح؟ هسه اذا انطيه بالران، لاحظوا هذا اللي ظهر لي برا. طيب طبعا قبل كل شيء احنا شنو نسوي دائما، هذا شنو نسميه third lecture، طبعا بالهومورك راح انت دائما بالهومورك هنا انت تسميه مثل the third homework، اوكي هذا الثالث، والفورم الفورم دائما نقول احنا سميه باسمك الثلاثي، اوكي انا هنا أنا بالنسبة لي اسميه باسم العملية اللي راح نجريها، بس اوكي خليني اسميه محمد علي، اي فورم 1، او مو بالفورم، كانسل، بالتكست محمد علي، لان قلنا البروبرتي اللي تغير لنا هذا الاسم اللي هنا هي تكست، واحنا على يا خصيصه على يا اوبجكت على يا كائن، احنا على الفورم على الكنترول الفورم، اوكي تغير احمد محمد علي. طيب هسه بعدها شو يقول لي؟ اختارينا مثل ما تلاحظون select الايمج finally، اوكي مثل ما تشوفون ظهرت عندنا الايمج، اوكي هذا الايمج اللي ظهرت عندنا. هسه شنو اللي اريده؟ يقول مرات اريد هذه الصورة ما تحمل، يعني هذه الصورة ما تظهر لي رأسا، وإنما تظهر لي
لما يكون عندي، لما أحمل الفورم. يعني بعبارة أخرى، هذه الصورة ما تظهر هسه، وامتى تظهر؟ تظهر لما أنطي ران، علامة الأخضر. أوكي، يعني هنا بالطبيعي قبل الران بالديزاين ما موجودة عندي، الآن بالران من أنطيت ران ظهرت لي. فكيف أسوي هالشغلة؟ أوكي، مبدئيا أنا هذه الإيمج راح أحذفها، ما أحتاجها، أخلي نان. أوكي، ما أحتاجها بعد هذه الإيمج، واضح؟ طبعا هذا نقدر نسوي، لاحظوا البيكتشر بوكس، احنا حكينا عن خصيصة الستريتش. اوكي، قلنا نروح you might also want to change the size mode of the image to stretch، اللي هذه الخصيصة قلنا size، نجي للسايز ار اس سايز مود، بدل النورمال عندنا خيار الستريتش مود. طبعا انا افضل احيانا صراحة الاوتو سايز. الاوتو سايز يفترض ياخذ حجم الحجم، مش قد حجم هالصورة ياخذها. فاحنا هسه ماكو مشكلة، راح ناخذ الاوتو سايز والستريتش ونشوف شنو التأثير. هسه بهذا الشغل نريد الشغل مالنا الصورة تظهر لنا لما انطي رن. قبل لا انطي رن ما تظهر لي صورة. فهو هذا الكلام هنا loading an image at run time. بالران تايم، بالران تايم يعني يقصد لما اضغط على البلاي بتن. طيب هنا انا ارجع واقرا وياكم، ومثل ما قلت لكم هذا راح يفيدكم انه تتعلمون فوكابولري، راح تقرون، راح نفس الوقت يكون عندكم شرح. فالعمليه كلها هذا الفيديو راح يكون وكانما انت مجرد تشاهد وتركز وتنفذ اللي تشوفه. ف in Visual Basic 2017 an image can also be loaded at runtime using the from file. لاحظوا اذا شنو الفانكشن اللي استخدمها from file، اللي هي بالحقيقه method of the image control as shown in the following example، اللي هي احد ادوات الصوره والمبينه يقول بالمثال التالي. طبعا احنا وين راح نكتب الكود احبائي؟ بما انه اني اريد هالصورة تظهر لي من اضغط ران، اذا اكتب الكود بالفورم، والايفنت، الايفنت هو اللود. يعني راح اضغط على الفورم، لاحظوا برايفت سب فورم اندرسكور، هذه نقراها برايفت سب، وهذه فورم 1، وهذه الخط اللي بالاسفل احنا نقراها اندرسكور لود. اندرسكور لود هنا هذا الايفنت، لاحظوا اسمه لود. اكو عندي ايفنات اخرى، ماوس كليك، اكو ماوس اب، ماوس داون، هواي اكو امور، بس احنا نريده لا باللود. طبعا هذه الامور بعدين يعني الاشخاص بامكانهم يتبحرون بها. هسه شو اقول له؟ انا ايش اريد؟ انا شو اسمه البرمجي الخاص بيه؟ اني البيكتشر بوكس اسمه اني ما غيرته، هنا أنا هو غير الماي ايمج بوكس. فحتى ابرمج ايش اقول له؟ بيكتشر، ولاحظوا اذا كنت اني ضايف هالادوات اداه التحكم بشكل صحيح راح يظهر لي خيار، فراح اقول له بيكتشر بوكس 1 واضغط على التاب واقول له دوت واكتب له ايمج. لاحظوا ظهر لي الايمج، ايش يساوي لنا؟ ايمج image.fromFile. هسه شو يقول لي؟ الفروم فايل هي built-in function. هذه الفروم فايل يعني انا شنو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام دا اقول له من تطيران، من تطيران اضغط على الران، هذا الايمج بوكس، هذا البيكتشر بوكس، صندوق الصوره، ايش راح يسوي؟ راح يتقبل دوت ايمج، راح ياخذ ايمج. اوكي، هذه منين الايمج؟ منين يجيبها؟ يجيبها من ايمج دوت فروم فايل. فروم فايل يعني وين هي موجوده؟ انطي الباث الخاص بها او المسار. طيب شلون اشوف مسار الصوره؟ هسه انا مثلا اريد اعرض هذه الصوره، كل اللي اسوي رايت كليك بروبرتيز، اوكي، وراح يكون عندي هذا الباث. اوكي،
بس هذا الباث مو كامل، اكو اضافة لازم اخليها، لازم اصم الصورة شنو، او خليني بالله اضغط شيفت على الشيفت ورايت كليك وكوبي از باث، واجي هنا وراح اقول له برنت بيست. لاحظوا شنو ايش خلالي من انطي كوبي از باث. احبائي اذا فقط استخدم البروبرتيز، لاحظوا بالبروبرتيز هنا هاي اللوكيشن الخاص بيها، فلازم ايش اخلي، لاحظوا هذا اللوكيشن، لازم شنو اللي اسوي، لازم هذا اخلي واخلي سلاش اللي هو هذا، واخلي اسم الصوره اللي هي اي ام جي، واخلي الامتداد مالته جي بي جي. لاحظوا احبائي هنا شنو خليت الباث اللي هو الحد الديسكتوب، واضح؟ لاحظوا الحد الديسكتوب، بعد خليت سلاش هذا الخط المائل، وبعد كتبت اسم الصورة الإيميج، وكتبت هنا التايب اوف فايل اللي هي دوت جي بك، دوت جي بي جي احنا نسميها دوت جي بك. لكن الاسهل شنو، انه انت تضغط على الصورة، احيانا تقدر رايت كليك ويقول لك كوبي از باث جاهزة، واذا ما موجودة عندك، انا هسه دا استخدم ويندوز 11، هو موجود عندي هذا الخيار بالكونتكست مينيو، هاي يسموها كونتكست، هاي كونتكست مينيو يسموها، فموجود عندي هذا الخيار، لاحظوا كوبي از باث. اذا ما كان موجود عندك تضغط شيفت بالحاسبة، لاحظوا شيفت هذا وياه، تجي للصورة تضغط على الصورة، تضغط شيفت وتضغط رايت كليك، راح يظهر لك خيار، لاحظوا ضغطت، ضاغط على الشيفت اني، ضاغط على الشيفت ورايت كليك كوبي از باث، يظهر لي اياها حتى اذا ما كانت اذا ما كان عندي ويندوز 11، ويندوز قديم يعني نقول 10 7، اوكي، واجيبها واخليها بيست. هسه شنو يفترض احبائي، من اضغط على الران تظهر لي الصوره هنا، اذا وين تظهرت لي الصوره، ظهرت لي الصوره بالران تايم. احبائي ضروري جدا 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 نفرق بين الران تايم والديزاين تايم، مره نحمل الداتا بالديزاين تايم وقت التصميم واحنا قبل لا نضغط على هذه العلامه اللي اشبه بالبلاي، ومره لا نحتاج نحملها بعد أن نضغط على البلاي. هذه المسألة كلش مهمة، وبالامتحان أكيد يجيكم التركيز عليها. فهسا المفروض من أضغط على بلاي تجيني الصورة هنا، أعطيها بلاي، نفتحها للصورة. طبعا الصورة كلش كبيرة هذه فما ظهرت لي، خليني آخر صورة، لاحظوا الصورة شنو اللي ظاهر من عندها من أفتحها، ومع رغم أنه أني مخليها أوتو سايز، خليني اغير بالله السايز مود، من السايز مود نرجع، احنا قلنا خلينا نشوف الفرق، خلينا نرجع للسايز مود، وخليني اخلي سنتر ايمج. لاحظوا انتم مرات نحتاج نغير، مو بالضروره نخلي نفس، احنا نخلي اللي يلبينا الحاجه. لاحظوا هذا السنتر خلاها بالسنتر، هسه اريد اخليها ستريتش اللي هو يعني مختارها، لاحظوا لاحظوا الستريتش ايش سوى، وكانما سوى لها شرينكينج، زغرها للصوره، لاحظوا خلاها عفوا خلاها كلها سوى لها فيتنج للخيار، لذلك هو اختار الستريتش حتى تكون اي صوره يقدر يضغطها يخليها بالمربع. طبعا انا اقدر بالمناسبة هذا المربع أقدر أكبره، لاحظوا أقدر أكبره، أنا هذا المربع أقدر بعد أكبره، لاحظوا من أنطيران هذه الصورة. طيب هسه إحنا هذا وينته بالران تايم، هسه راح نأخذ شلون راح نضيفها بال كوماند، اريد اضيف ان الصوره على الكوماند عن طريق كوماند، ومو بس عن طريق كوماند، اريد اضيفها عن طريق كوماند واريد دايالوج بوكس، يعني اريد اني
مو شرط اني منو يعني ما اريد هذه الصوره، اني مو كل هذه العمليه يسموها ستاتيك مو دايناميك عمليه، يعني كل ما اريد احمل صوره اريد اروح لازم للصوره وما اعرف شنو احملها واختارها، يعني لازم يعني احفظ الباث. هسه لا، اريد اني صوره، طبعا هذا خليني ازغره، خليني اخذ بيكتشر بوكس ثاني، ولاحظوا هذا شنو اسمه، بيكتشر بوكس واحد. لاحظوا من اضيف بيكتشر بوكس ثاني شنو اللي يصير، هذا الثاني من راح اضيفه، لا احسنتم لاحظتوا بيكتشر بوكس اثنين. خلينا اول شيء الباك كلر شنو نخليه، قلنا الوايت، اوكي. طبعا هذا الوايت كلر ايضا اجي اضغط الباك كلر على الكاستم واخليه وايت، طبعا تقدر تخليه ازرق مو مشكله. طبعا بالمناسبة حتى الفورم، لاحظوا الفورم، هذا الفورم، هاي البروبرتيز الفورم اللي هو هذا، انا كليك هنا الباك كلر اقدر اغيره، لاحظوا اقدر اخليه كاستم، خليه احمر، ما عجبني الاحمر اصفر ازرق، وهلم جر، انتم بكيفكم شنو تريدون تغيروه تغيروا. طبعا احنا نحاول كل شويه، انا قلت لكم بالبدايه من اول ما شرحت قلت لكم مو كل الادوات نشرحها خطوه واحده، وانما بمرور الوقت راح كل اداه ناخذها ونضيف عليها بالمحاضره الوراها والوراها والوراها لحد ما يصير عندنا اطلاع على الادوات، تصير هذه البروبرتيز، نعرف البروبرتي شنو لكل اداه، شلون نغير الشكل، شلون ما اعرف نسوي كذا. لان تخلي بالك بالامتحان بالكويز انا اريد من عندك مثلا، اريد من عندك تكون دقيق الفورم شنو شكلها، يعني انا هاي كلها احاسب عليها، لا عبالكم اني ما احاسب عليها، لان احنا دنشرح كل شيء، والشرح اللي دنشرحه كله موجود بالمحاضره بالحضوريه، وموجود ترجعون من ترجع للبيت على الفيديو تقدر تشاهده. فانت ماكو يعني ماكو مجال انه للتقصير، ودا تشوفون انه حتى المحاضره دا نمشي بيها، دا اقراها لكم واترجمها عن عمد، I'm doing this intentionally، اني هذا الشيء دا اسوي عن قصد، حتى انت الفوكابولاري تجيك. لان انا اعرف كثير من الطلاب احيانا يقول لي والله استاذ قريت وصراحه ما فهمت، طلع عندي الترجمه ربش. إيه صحيح عزيزي تطلع عندك الترجمة ربش، لأن أنت الكلمات بالإنجليزية كل كلمة لها أكثر من معنى، فلازم تعرف سياق الكلمة حتى تعرف الترجمة الصحيحة لها. لذلك فطبعا أكو كثير من الطلاب أشادوا بهذه الطريقة وشكروها طبعا. لذلك إحنا نسوي مدام أكو ناس تشيد بالإجراء المعين أكيد معناها أكو مستفادين، يعني أكيد يعني دي يضيف لهم فد إضافة أفضل من غيره. طيب هسه هذا البيكتشر بوكس صار اسمه اثنين، شنو نحتاج؟ أول شغلة غيرنا الباك كلر، بعد الباك كلر نروح للسايز مود. طبعا احنا ما نروح للإيمج، قلنا إذا نروح للإيمج راح يحملها يحملها بوقت يحملها قبل بالديزاين تايم. خليني هذا اخلي البيكتشر بوكس يحملها بالديزاين حتى تعرفون الفروقات، حتى كل الفروقات نشوفها. انا من النوع اللي احب كل الامور تتخلى حتى تكون افضل، اوكي. السايز، هذا السايز مود، اذا اول شيء شنو خصيصه، الباك كلر غيرناها خلينا الأبيض كاستم وايت، والإيمج اختاريناها اللي هي هذه امبورت هذه الإيمج، أوكي. طيب ونروح للسايز مود، طبعا هذه الخيار إيمج، إذا ردنا نحمل الصورة وامتى، أحسنتم بالديزاين تايم. نروح للسايز مود وبدل النورمال نخليه ستريتش. هسه المفروض من اضغط ستريتش تظهر لي الصوره هنا، لاحظوا ظهرت لي الصوره. هسه شنو الفرق صار عندي احبائي، صارت عندي هذه الصوره، بس خليني اختار صوره اخرى حتى نشوف بعد الفرق افضل. تعرفون انا دا اشرح صراحه الشرح مالتي امبرومت، يعني الشرح
ارتجال، يعني المادة ما يعني قاريها أكيد يعني بالبكالوريوس ومتوسعة آفاقي بالماجستير ومطبق ومدرس. أوكي، فمن نجي نشرح بالحقيقة كثير من الشروحات تصير العملية وإحنا دا نشرح تنقدح أفكار. فخليني أغيرها الصورة، أخليها هذه الصورة، خليني أغيرها image، وخلوا ببالكم picture box 2، وأنا هذا شو اسمه picture box 2 لأن هذا picture box 1. إذا picture box، خليني أغيرهم شوية، البيكتشر بوكس 2 راح يكون بالديزاين تايم يحمل الصورة. خليني أخلي هذه الصورة حتى نعرفها، خليني هذه الصورة. أوكي، هذه الصورة، طبعا هذه مجموعة الصور بالحقيقة. الصورة البلود هي هذه بالبيكتشر بوكس 1 اللي عن طريق اللود، هي اللي عن طريق الباث اللي بالفورم. لاحظوا هذه خليناها بالفورم 1 اندر لود، اللي هي هذه عن طريق قلنا الباث، ناخذ الباث الكوبي از باث. اوكي، وهسه راح نضيف بيكتشر بوكس ثالث، بيكتشر بوكس ثالث ايضا راح نغير الباك كلر نخليه، لاحظوا انا من ضغطت عليه صار بيكتشر بوكس 3. كل ما تضيف نفس الكنترول مجرد يغير هذا الرقم، هذا الرقم وهذا الاسم البرمجي راح نشوفه يطلع هو نفس الاسم البرمجي. لذلك انا اقول لكم لا تغيروه، خلوه لان معروفه كل خصيصه اسمها البرمجي معروف. طيب الباك كلر راح اختاره وايت، طبعا اخذ ازرق لان الفورم شكله ازرق. طيب البوردر، طبعا هنا نسينا نخلي البوردر، عفوا البوردر ستايل نخليه فيكست سينجل، وهنا ايضا البوردر ستايل فيكست سينجل، هنا البوردر ستايل فيكست سينجل. طيب بعد شنو عندنا؟ احسنتم، السايز مود، سايز مود اخليه ستريتش حتى مهما كان حجم الصوره هو راح يخليها يضبطها حسب حجم هذا اللي عندي. لكن هذا شنو اللي راح اخليه؟ راح اضيف بوتن، كوماند بوتن. ايش راح اقول له؟ فيو ايمج، لاحظوا اني اسمها بوتن، الخصيصه شو اسمها؟ يا بروبرتيز اريد للبوتن، اريد اغير الاسم الظاهري انزل للتكست، شو اسميها؟ view image. هالمرة شنو اللي راح اسويه؟ هالمرة راح الصورة اختارها عن طريق البراوزنج، اتصفح للصورة. فش راح استخدم يا function؟ استخدم الفانكشن اللي اسمها open، open file dialog. اوكي، لاحظوا we have، خلينا نقرا هنا يعني مثل ما عودتكم، load an image in a picture box using open file dialog control. اذا احنا مبدئيا اخذنا لودنا الصوره بالفورم، لودنا الصوره مباشره بالبدايه عن طريق وقت التصميم design time اللي هي راسا اختاريناها من الخصيصه اللي اسمها image، اللي بعدها حملنا الصوره اثناء الران تايم، وهذه كتبنا الكود بالفورم واستخدمنا image from file from، بعدها image.file from واللي خلينا الباث بين قوسين، بعدها هسه راح نحمل الصوره بس عن طريق الاوبن فايل دايالوج كنترول. طبعا بالمناسبه هذا الاوبن فايل دايالوج هذا ما راح يظهر عندنا بالران تايم، بس كل اللي راح يصير عندنا انه راح يصير هيدن بالران تايم، يصير هيدن. احنا فقط نضيفه هنا بالديزاين، واضح احبائي؟ نضيفه هنا نخليه له مكان معين، نخليه هنا
لكن هو بالحقيقة ما راح من نضغط ران ما يظهر عندنا هذا بالران تايم. واضح؟ طبعا هسه إذا أنطي ران أحبائي، إذا أنطي ران يفترض ها هنا تظهر لي صورة، بس هنا كل شيء ما تظهر لي حتى إذا ضغطت على الفيو إيمج. لاحظوا، طبعا لاحظوا بدأ ياخذ وقت بالتنفيذ لأن دا يحمل برامج، دا يحمل يعني بدأ يشتغل صور وهالأمور. لاحظوا هذه الصورة، هذه الصورة اللي هي حملناها عن طريق الإيمج الخصيصة اللي اسمها إيمج واختاريناها، هذه الصورة اللي هي عن طريق إيمج دوت فايل فروم اللي هي عن طريق أخذنا مسار الصورة اللي تتذكروا رايت كليك شيفت ورايت كليك كوبي أز باث. هذه أريد من نضغط على الفيو تظهر لنا، هسه إذا أضغط ما تظهر لنا. ليش؟ أحسنتم، لأن أنا بالفيو لحد الآن الكماند البوتن هذا ما مخلي بيه كود برمجي، فراح أضغط عليه وأضغط دبل كليك وراح أضيف الكود البرمجي التالي. لاحظوا بس قبل لا أضيفه أحتاج أضيف الأوبن فايل بالديزاين، أحتاج أضيف هنا أوبن فايل أوبن فايل دايالوج. طيب لاحظوا هنا we have learned how to load an image from a local drive into a picture box at design time. يقول تعلمنا شلون نضيف نحمل صورة من الهارد ديسك الموجود عندنا على الحاسبة للبيكتشر بوكس بوقت التصميم. Now we shall write code so that the user can browse for image files in his or her local drives, then select a particular image and display it on the picture box at runtime. يقول هسه راح نتعلم، راح نكتب كود، هذا الكود يمكن المستخدم من تحميل الصورة. اوكي بامكان سواء نحمل الصورة من الدرايف الخاص بينا ونعرضها بالبيكتشر بوكس في وقت عفوا الران تايم. طيب كيف هذا الكلام؟ اول شيء يقول first we add a button، يعني اول شيء نضيف البوتن اللي هي هذه احنا ضفناها. بعدها يقول and change its text to view and its name to button view. يقول غير التكست لفيو اللي هو هذا احنا كتبنا view image. اوكي ويقول غير النيم للبوتن فيو. ها اذا غيرنا النيم للبوتن فيو هذا يا اسم، يعني هساني هنا لاحظوا بوتن، يقول غير النيم، غير النيم للبوتن فيو هذه غيرها. ها يعني ده يقول لي غير الاسم البرمجي اللي استخدمه بالبرمجة. انا ما راح اغيره، قلت لكم انا صراحة ويا فكرة انه خليه بالاسم الافتراضي الخاص بي، لكن هذا ما يمنع انه قد بالامتحان اقول لكم غيروه او اقول لكم يعني خلوا ببالكم ممكن اقول لكم غيروه، لكن انا اشرح بدون تغيير لان هو سواء غيرته او ما غيرته ما راح يغير من المسألة شيء. بدل ما انت تقول اذا تغير هذا للبوتن بي تي ان مثلا بدل ما بوتن 1 بي تي ان، راح من تضغط بدل ما مكتوب لك هنا بوتن 1 اندر كليك راح يضغط لك راح تظهر لك بوتن. خليني اغيره هسه، يعني هذا صراحه دفعني انه اغيره، خليني اغيره حتى تشوفون شنو الفرق. ولو اني بالمحاضره الاولى بالمختبر وبالمحاضره الاولى بالمحاضراتكم شرحت شلون اغير الاسم البرمجي، فهذا راح اغيره بوتن فيو. هسه خليني اسمه صار بوتن فيو. هسه من اضغط لاحظوا من اضغط هذه هنا بالحقيقه لاحظوا شنو صار اسمها بوتن فيو، بوتن فيو. اوكي هسه اذا ارجعه لاحظوا خلي اسمي بوتن بي تي ان فقط بي تي ان، اضغط عليها هنا لاحظوا هنا شنو صار بي تي ان.
هذا فقط الاسم البرمجي، يعني انه انت فقط راح من تبرمج راح اذا احتاجت فد بي تي ان تكتب راح تكتب الاسم البرمجي الخاص بي، ما راح تحتاج غير شيء. فأنا بالحقيقة أفضل أرجع للافتراضي اللي هو button one. لاحظوا. طيب هسه شنو عندي هذا الفيو؟ شو يقول لي؟ يقول next we add open file dialog control on the form open file diagram open file dialog control on the form this control will be invisible during runtime. يقول بعدين نضيف ال open file dialog على الفورم، وهذا ايش راح يكون؟ راح يكون بالبداية غير مرئي اثناء وقت التنفيذ runtime. But it facilitates the process of launching a dialog box and let the user browse his or her local drives and then select and open a file. يقول لكن وظيفته راح يسهل من عملية فتح صندوق الحوار dialog box، يعني صندوق الحوار هو بالحقيقة صندوق تصفح يعني، ويمكن المستخدم حتى يتصفح يقلب لحد ما يوصل الفايل اللي يريده. بعدها يقول in order for the open file dialog to display all types of image files. لاحظوا احبائي هنا انا ايش قلت لكم؟ هذه الصوره من نضغط عليها رايت كليك properties لها نوع type of file، هذه النوع ما لا يسموه jpg file jpeg. لكن هنا أنا ممكن هذه الصوره هسه اذا اضغط على properties لاحظوا هذه نوعها PNG. لاحظوا type of file PNG PNG file dot png احنا نسميها، واضح؟ فوش يقول؟ يقول احنا لازم نخلي ببالنا حتى نشوف كل الصور من نفتحهم we need to specify the types of image files under the filter property بالفلتر بروبرتي. اكو هذه عندنا الفلتر بروبرتي، لاحظوا هذه الخصيصه بالاوبن فايل دايالوج، اكو عندنا خصيصه فلتر، بالفلتر راح نخلي نضيف هذا الكود، نضيف هذه الكلمات، هذه معناها اقول له هذه الستار دوت جي بيك، اقول له اي صوره امتدادها جي بيك، وستار دوت جي اي اف اي صوره دوت جي اي اف، ويندوز بيت مابس هي star dot bm bmp. Okay. In order for the open file that to display all types of image files, we need to specify the types of image files under the filter property. Before that, rename open file dialog one as opg. أنا ما راح أغيره وهذا قلت لكم الاسم البرمجي. Next, right click on the open file dialog. بعدين اضغط رايت كليك على الكنترول to access its properties besides the filter. جنب الفلتر property خصيصة الفلتر specify حدد the image files using the format، حدد the image files اللي هي هذه as shown in figure 7.1 كمان مبين بالشكل 7.5. These are the common image file formats، هذه اشهر انواع هذه الأنواع الشائعة من الصور. besides إلى جانب ذلك you also need to delete the default file name. الفايل نيم هنا راح نشوف الديفولت فايل نيم، you need also to delete default file name. طيب the filter file name the files shown in direct. okay هسه شنو راح نسوي؟ نضيف لازم الـ open file dialog، نروح للديزاين اوكي ندور على الـ open file dialog. طيب هسه احبائي احنا بالـ command control ندور هنا ما نلقى الـ open file، فوين نروح؟ نروح للـ dialogs اوكي ونختار هذه الخصيصة open، هذه الكنترول open file dialog.
أعيد، نحتاج نضيف هنا فشي اسمه open file dialog. من ندور بالكوماند ما راح نلقاه، وأنا قلت لكم بالمحاضرات السابقة هنا ذول الكوماند المشهورة اللي راح نستخدمهم، لكن أكو كوماند وكونترولز أخرى موجودة هنا. فهسه نريد الأوبن فايل كونترول، هنا ما نلقاها، فوين نروح؟ للدايالوج، نضغط على الدايالوج. لاحظ الدايالوج مسدودة، أضغط راح يصير السهم، لاحظوا من أضغط راح يصير السهم للأسفل ويفتح لي محتوياته، لاحظوا فتح لي محتوياته. شريد أني أوبن فايل دايالوج، راح أشيل هاللي هنا وأخلي الأوبن فايل دايالوج. مجرد ما خليت الاوبن فايل دايالوج، لاحظوا هنا انا ايش خلالي، لاحظوا فتح لي البروبرتيز الخاصه بيها. اول شغله قال لي خلي الديفولت فايل نيم، هذا الديفولت فايل نيم، هذا الفايل نيم الديفولت، قال لي امسحه. اوكي مسحته. بعد شنو ايش قال لي؟ قال لي خلي لي التايبس، الفلتر، وين الفلتر؟ حرف الاف سي دي فل، لاحظ الفلتر، خلي لي بالفلتر هذه العبارة، هذه العبارة. طبعا انا اذا قلت لكم انا قد اقول لكم ما اريد هذه الصور، اوكي، فانتم ممكن ما اقول لك اريد جيبك وجيف وبينج، ممكن اقول لك مثلا بدل البيت ماب والجيف والجيبك، ممكن اقول لك البينج، ممكن اقول لك مثلا انواع كثيره، طبعا ما تحضرني بالحقيقه، بس انواع كثيره، فيعتمد انه اني حسب يا هو اللي اعطيك اياه اقول لك اياه انت تضيفه. فهذا كل اللي نسوي كوبي بيست. اوكي، بس قبل لا اخلي الكوبي بيست، لاحظوا راح اسوي لكم شغله، نسوي شغله سوا نشوف شنو فائدتها. هسه هذه الصوره انا اريد اضيف هذه الصوره، هذه الصوره شنو النوع الخاص بها؟ دوت بينج. اوكي، طبعا اني دوت بينج ما موجود عندي بالفلتر، بالفلتر احنا اللي ضفناه جيبك، تمام، وبت ماب. اوكي، ما موجود بينج، يعني يفترض من اريد اختار الصور ما تطلع لي هذه الصوره، لاحظوا هذه الصوره ما تطلع لي، انا اريد هذه الصوره لانها بينج دوت بي ان جي، لاحظوا بالبروبرتيز من اجي الاكستنشن امتداد الصوره، هذا احنا نسميه ورا النقطه دوت الاكستنشن دوت بينج، ما موجود عندي. طيب فاريد اضيفها، فاني هسه بالفلتر ما ضايفها، فالمفروض من اريد اختارها ما تطلع لي الا اضيفها بالفلتر. فهسه احنا طبعا من نسوي الران راح نشوفها، بس قبلها هسه احنا عدلنا الفايل نيم، عدلناه. هسه ايش راح نسوي بال كود الفيو كود؟ راح نكتب الكود اللي يظهر لنا الصوره بالران تايم. كل اللي نسوي اول شيء احنا ناخذ القيمه اللي هي بالاوبن فايل دايالوج، طبعا هذا هو غير اسمه، لاحظوا احنا هنا ناخذها كلها، هذا الكود نعدل عليها، راح نجي للفيو، راح نخليه لبس هنا، راح نستخدم اف. ايش راح اقول له بالاف؟ لاحظوا هذه كلها امسحها، اوبن فايل دايالوج، لاحظوا دوت شو دايالوج، يعني شنو هذه العبارة معناها؟ معناها هسه لحد الآن آني يقول لي بالران تايم، بالران تايم من أنطي هذه العلامة الران، هذا راح يشتغل. من راح يشتغل؟
من راح يشتغل راح يظهر لي من اضغط طبعا على فيو برن اضغط ران تايم. هسه طبعا مشكلة اكو ايرور فما سوى كومبايليشن. من راح اضغط على فيو ولان هذا موجود عندي راح يقول لي راح يفتح لي نافذة اختار من عندها صورة. فهذا معنى اذا الاوبن فايل دايالوج 1 دوت شو دايالوج طلع لي الصورة زين. Then الديالوج ريزالت دوت هذه اذا الاوبن فايل فتح لي الديالوج ضغطت على فيو ولان الاوبن فايل انا ضايفه هنا مخليه بالفورم راح يطلع لي نافذه اختيار نافذه تصفح دايالوج ريزالت دوت اوكي معناها اختاريت اختيار واني اختاريت اختيار then بعدها اني شو اسمه البيكتشر بوكس هذا البيكتشر بوكس بالديزاين اللي اريده عن طريق الكليك يضيف لي صوره شو اسمه بيكتشر بوكس 3 الاسم البرمجي الخاص بي لاحظوا هنا الاسم البرمجي الخاص بي فايش راح اقول له راح اقول له بيكتشر بوكس هو راح يظهر لي طبعا بيكتشر بوكس 3.image يعني اظهار صوره يساوي لنا image from file مساء احنا اختارينا from file بس اختاريناها من path هالمره راح نختارها من هذا الخيار من الopen file dialog control v dot file name اوكي طبعا هذه يسموها احنا شويه الاف استخدمناها من وقت بس بالنسبه لهالمره اوكي راح شويه تكون عندكم صعوبه قد ما تفهموها لحد ما نوصلها ارجع واعيد هنا هذا الكود البرمجي شو يقول اذا ضغطت على الفيو ايش راح يصير عندي راح تنفتح لك نافذة اللي هي الopen file dialog dot show dialog راح تنفتح لك وإذا أنت كنت مختار اختيار اللي هو dialog result dot ok يعني أنت اختاريت اختيار then بعدها picture box dot three picture box three dot image هذا المكان شو تخلي لي بيه خلي لي الصورة اللي منين جبتها عن طريق الاختيار من الopen file dialog شويه هاي السنتاكس هاي الجمله كلش صعب يعني صعبه بس بمرور الزمن من ناخذ امثله تصير عندنا سهله خلي الطيران لحظه هسه قبل لا انطيران احبائي لاحظوا انا هذا الفورم الخاص بي عندي هذه الصوره اللي ملودينها مباشره هذه راح نشوف لودناها عن طريق خيار الامج اوكي خيار الامج هذا الامج هاي الصوره اللي لودناها عن طريق هذا الخيار تمام هذه الصوره قلنا نكتب الكود الخاص بها ضمن الفورم ضمن هذه لاحظوا كتبنا هذا الكود بيكتشر بوكس one dot image يساوي لنا image from file بس هذه شنو صورة من مكان معين احنا نعرف الباث مالها طيب الصورة اللي بعدها اوكي مرات هذا من نغلقه هيجي نغلقه بالخطأ نغلقه من هنا مرات بالخطأ تغلقوا مجرد هنا تجون دبل كليك ينفتح لكم هذه الصورة الثانية من يلود الفورم يخليها الصورة الثالثة لا لازم أضغط على الكوماند وأختار صورة من مكان معين يلا تنفتح لي فهسه راح نطيران هسه ذني الصورتين هذه الصورة بالديزاين بوقت التصميم تحملت وهذه الصورة بالران تايم من ضغطت على الران وهذه لازم من أضغط view image لاحظوا انفتحت لي
نافذة، راح أروح للديسكتوب. لاحظوا أحبائي، لاحظوا فقط عفوا، فقط عندي هذه الصورة. طيب أنا بالديسكتوب، إذا أجي للديسكتوب لاحظوا كم صورة عندي. عندي هذه الصورة اللي هي نوعها JPEG، وعندي هذه الصورة بس نوعها PNG ما انفتحت لي، أوكي. وهذه الصور لاحظوا، هذه كلها صور، لاحظوا هذه، خليني أفتحها، كلها صور بس ما انفتحت بالحقيقة، ما انفتحت. لاحظوا هذه صورة، هذه صورة، هذه صورة، هذه صورة، هذه صورة، هذه صورة، بس ما انفتحت لأن نوعها ما ضايفة بالفلتر. طيب هسه ما عندي مشكلة، يعني خليني أختار الصورة اللي تنضاف بالديسكتوب. لاحظوا انضافت. هسه شنو اللي أريده؟ لا ما أريد هذه الصورة. هسه طبعا قبل هالكلام، هسه قد يسأل سائل يقول أني شنو الفائدة أخلي هذه الصور؟ أحبائي ممكن إحنا بالفيجوال بيسك تقدر تكون قاعدة بيانات، يعني كل شخص اسمه وصورته ومواليده وهالمسائل، أوكي. فهذه الشغلة إيش راح تحتاج من عندك؟ راح تحتاج إنه أنت من عندك تكون هذه المسألة، تحتاج هذه السياق. وطبعا هذا راح احنا راح نشوفه، راح ايضا نجري، يعني يكون عندنا بالهوم وورك راح نشوف احنا كيف نضيف صورة، اوكي. احنا كل شوية نتقدم، اوكي. طيب هسه شنو قلنا اللي نريد نضيفه؟ الفلتر من ضغطنا على الران، واضح ما ظهر للصور، لاحظوا ظهر لي فقط الجيبك. لاحظوا لما انطي جيف ما عندي جيف، جي اي اف ويندوز بتمام ما عندي، فلازم هنا ينضاف عندي بينك. كل اللي اسوي احبائي لاحظوا، ارجع للاوبن فايل دايالوج وارجع للفلتر، وكل اللي اسوي امشي بالخيار بهالشكل، اوكي. راح ارجع راح اكتب بينك، اوكي. وراح اخلي خط طولي، طبعا شلون اخلي الخط الطولي؟ لاحظوا هذه البينك، كتبت البينك، اوكي. الخط الطولي اضغط على الشيفت واضغط على هذا، صار لي عندي الخط الطولي، واكتب ستار اللي هي الشيفت وهذه العلامة، وبعدين دوت واكتب بي ان جي واغلقه. طبعا هنا دا يعترض عليها، طبعا كل الافضل خذوا لها كنترول اكس وروحوا على اي مكان، روحوا على اي مكان، مثلا هنا أنا اخليها تكست بوكس، اخلي اعدلها، خليني اروح مثلا اروح للمتصفح نفسه. لاحظوا JPEG files pink، وراح اخلي هذه العلامة بينك فايلز، هذه العلامة راح أقول له ستار دوت بينك، أوكي. بينك، أوكي. JPEG file، اوكي. GIF files، الويندوز بيت ماب، اوكي. اوكي.
الاكستنشن اوكي صح. طبعا يفترض ما يعترض علي هسه، لاحظوا الفلتر، انا اريد للفلتر من الاوبن فايل دايالوج فلتر اوكي. هسه انطيران، هسه المفروض من انطيران يطلع لي الصور، لاحظوا المفروض يطلع لي البينج لاحظوا احبائي، لاحظوا ايش طلع لي، طلع لي البينج فايلز. كانت قبل شويه اذا تذكرون، قبل لا ترجعون بالفلتر، باعوا لي هنا كم خيار عندي، اربع خيارات. لاحظوا راح احذف للبينج البروبرتي الخاصه بالبينج، اجي لهنا البينج بينج 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 من هنا اقول لك كنترول اكس. كات. راح اطيران. بس هنا احبائي من تغيرون خاف تظهر لكم ايرور، يعني كونوا دقيقين. يعني لاحظوا هنا انا اجيت للمتصفح وكتبتها وغيرتها، او ملف وورد او ملف تكست، فهذه المسألة احتنوا بها. لاحظوا من انطي فيو ايمج هنا شطاني ثلاث خيارات، البينج ما موجود، بينج فايلز ما موجود. هسه راح اضيفه، راح تشوفون يظهر لي اربعة مثل ما الساعة كان ظاهر طبعا قبل لا احذفه. فراح اروح اجي البينج، راح اجي للنهاية، طبعا انا اضيفه بالنهاية. لاحظوا انضاف عندي هذا وياه، هذه الشارحة العمودية بينج فايلز، وهذه شارحة عمودية ستار دوت بينج. راح اطيران، لاحظوا فيو ايمج شطاني خيار، اعطاني خيار، لاحظوا البينج فايل. راح انطي الهوم وورك، انا اريد اخليها، لاحظوا احبائي هذه صورة الهوم وورك، واضح احبائي؟ طيب هسه شنو اللي عندنا؟ نرجع نكمل للشرح. اذا احنا شنو اللي عندنا؟ اللي عندنا انه احنا عرفنا نضيف صورة، عرفنا نضيف صندوق الصورة اللي هو هذا الايمج بيكتشر بوكس اللي هو هذا وياه، ضفنا طبعا هذا ديليت، ضفنا البيكتشر بوكس، عرفنا مرة نلود الصورة يعني نحمل الصورة تلقائيا بالتصميم اللي هي مثل هاي، ومرة نحمل الصورة على الفورم من نضغط الران تايم علامة الران هذه او الاف 5 اوكي، ومرة نختارها عن طريق الاوبن فايل دايالوج واللي هي هذه طبعا الاكثر ديناميكية، الاكثر يعني سهولة واكثر استخدام. بس قلنا انه نحتاج انه بهذه ايضا هو نستخدم خاصيه الايمج دوت فروم بيكتشر بوكس دوت ايمج، ايمج فروم فايل، ايمج دوت فروم فايل. بس هالمره الفروم فايل اخذه من الاوبن فايل دايالوج دوت فايل نيم. وعرفنا هنا مساله مهمه بالاوبن فايل دايالوج، الفايل نيم هنا حذفه الاسم. طيب هسه شنو عندنا؟ طيب أحبتي، نكتفي بهذا القدر من محاضرة اليوم، وننهيها. نحب نختمها بواجب بيتي هومورك. أحبائي هذا الهومورك الهدف من عنده أعرف مدى معرفتكم لهذه المادة لحد محاضرة اليوم، لحد اللي أخذناه لليوم. هذه المحاضرة راح يكون ختامها، يعني حد محاضرة اليوم ختامها يكون كيف نكون، كيف نبني قاعدة بيانات مبسطة.
طبعا بهذه الفكرة، أولا حبيت بهذا الواجب يكون لكم فكرة عن لغة البرمجة وشنو اللي نقدر نبنيه أو نستفاد من عنده. فاليوم إن شاء الله راح نشوف بهذا الواجب، راح نشوف إنه إحنا بإمكاننا أن ننشئ قاعدة بيانات متواضعة. طبعا هذه قاعدة البيانات هي تعتبر الأساس اللي ممكن إحنا مستقبلا نطور عليه ونبني عليه ونضيف فد شيء أكثر فائدة وأكثر أهمية. طبعا أيضا حبيت بهذا الواجب، هذا الواجب راح بالحقيقة أشوفكم الكود، لكن شنو اللي راح يكون لكم؟ هو بالحقيقة ليس بالصعب، يعني ما راح تكون مهمة صعبة، راح يكون مجرد الشخص اللي فهم لحد الآن المحاضرات راح يقدر أصلا يصمم هذه القاعدة بيانات بدون ما يلجأ للكود اللي أني أيضا راح أشارككم إياه، راح أشوفكم السكرين الخاصة بالكود. لكن بالحقيقة لازلت أشوف بعض الطلاب من خلال تقييماتي لهم ومن خلال متابعتي وامتحاناتي اليومية لهم، أشوف الطلاب ومن خلال أيضا تطبيقاتهم للمحاضرات اللي نجريها بالمختبر، لا زلت أشوف الطلاب بعد عنده مشكلة بمعرفة الكنترول. يعني من أقول له تكست بوكس ألقاه ضايف لي، أقول له ضيف لي ليست بوكس ألقاه ضايف تكست بوكس، أقول له ضيف لي أوبن فايل دايالوج ألقاه ضايف لي أوبن فايل براوزر أو فد كنترول آخر. أعزائي لازم تركزون، ولازم تكونون دقيقين بهذه المسألة. فاليوم إن شاء الله راح نمر على الكنترول اللي بتشوفوها أمامكم، راح أقول لكم راح نمر عليها. هذه الواجهة هذه هي راح تكون لكم بالهوم وورك، راح تصممون نفس هذه الواجهة. أريد كل طالب اسمه الثلاثي هنا، أريد صورته، رقم تليفونه، تحديد الجنس الخاص به، تاريخ ميلاده، محافظته. طبعا أنا مبدئيا ضفت محافظة، ضفت واسط وبغداد. راح أنت تقدر تضيف، راح أنوه منين تقدر تضيف إذا كانت محافظتك مو هذه المحافظات، وتكتب لي المهنة هنا. وإذا تريد كلير للريكورد أيضا تسوي لي كلير. أول شغلة أحبائي نجريها إنه هذا عندي كوماند. شلون أعرفه كوماند؟ كل كنترول عندي أضغط عليه راح تشوفون هذه التحديدات اللي تصير عليه، معناه أني محدد. أجي أباوع للبروبرتيز هذه الصفحة الخانة، راح يظهر لي اسم الكنترول اللي أني واقف عليه، اللي هسه أني واقف يعني على بوتن 1. اذا هذا شنو نوعه ككنترول؟ بوتن. وش قد هو هذا يا بوتن؟ بوتن 1. وطبعا اذا اشوف الاسم البرمجي اكيد هذا الاسم البرمجي الخاص بي. واكيد نرجع ونقول التكست هو هذه الكتابة اللي تظهر لنا. طيب هذا شنو؟ هذا ليبل 1. هذا شنو؟ تكست بوكس. اوكي راح اكمل بعد ما انوه، حتى لان هذه انتو حتى مو كلها انا وياكم، فقط راح ااشر وانتو تباعون. اوكي انتبهوا لي احبائي، انه انتبهوا كل شيء اضغط عليه، يعني انتوا وقفوا للفيديو واخذوا السكرين شوت، او هي السكرين شوت راح تكون موجودة عندكم، هذه عن طريقها راح تقدرون تجاوبون. يعني هساني بعدين في بالفيديو راح اشارككم اياه للكود. طبعا احبائي هذا الديت اند تايم بيك اب، هذا وياه. اوكي هذا وياه، يعني تجي تضغط هنا ديت اند تايم بيك اب بكل سهوله. انا هسه هذا ما احتاجه. اوكي
طبعا بالرن هيك راح يكون شكل هذه النافذة. اوكي هذا شكل النافذة. طبعا هذا هسه قد يسأل سائل يقول ليش ما ظهر لي هذا الديت اند تايم بيكر؟ بالحقيقة لان ما داخل بالبرمجة، هذا من يدخل بالبرمجة يالله يظهر لك بالران تايم، اذا ما دخلته بالبرمجة ما يجي. طيب وصلنا الجندر اخذناها الليبل، قلنا هذا اني من طبعي ابد ما اخلي المقابل في حيرة من امره، احاول اشرح كل شيء، ومن اريد اجيب سؤال او من اريد اجيب فد مسألة معينة اكيد اني طارح شارح الموضوع او شارح افكار مماثلة له، او احيانا بسيطة اطلب تكوين فكرة جديدة بناء على افكار اوريدي انت موجودة عندك. هسه راح نجري بعد ان كملت هذه الصفحة، بعد ان كملته هسه خل اشوفكم الكود. الكود هذا ويا الكود اني كل شي مرايد من عندكم اعزائي الطلاب، وكأنما الكود هذا الكود اللي راح تحتاجه انت. هسه اذا عرفت هذه الواجهة، عرفت كل بوتن هو شو اسمه، اوكي راح تقدر تنشئ واجهة وتنشئ، وهذا الكود اللي راح تحتاجه انت. خليني اكبر شوية. واكبر منها شوية. اوكي. احاول 125. اوكي. اعتقد هسه شوية بعد. خليني اعطي 135%. اوكي ما احتاج بعد هذا الكود. اوكي هذا كل الكود اللي راح احتاجه، ما احتاج اي كود اخر. هذا الكود اللي راح احتاجه. خل نطيران للبرنامج ونشوف شنو الشغل اللي يشتغله هذا البرنامج. راح اضغط على your full name، لازم تظهر لي مسج بوكس، او بالحقيقه العفو تظهر لي انبوت بوكس. هنا هذا العنوان ماله، لاحظوا، وهذه الرساله اللي تظهر لي. راح اكتب الاسم الثلاثي مثلا احمد محمد مثلا حسن. لاحظوا من اطي اوكي شنو اللي يصير عندي. طبعا احبائي هنا هاي تظهر لي، هذه تظهر لي خيارات، هذه لان انا بالويندوز مفعل خاصية انه يجري عملية سبيلينج، فهذه ما تظهر عندكم انتم اكيد الا اذا انتم كنتم فاعلين هذه الخاصية بنظام التشغيل اللي عندكم اللي هو قد يكون ويندوز 10 فما فوق. لاحظوا شنو اللي صار. يقول لي دخل رقم التليفون، راح ادخل مثلا اكيد رقم تليفون مو صحيح. لاحظوا اين ظهر رقم التليفون. راح يقول لي اختار الجنس، راح اختار. لاحظوا اضغط كليك، هسه اذا اغير للجنس اضغط تشوز راح يتغير. لاحظوا هذه كلها انتو لازم تقارنون الواجهة اللي عندكم بالبداية شوفتكم اياها على هذه. قال لي تاريخ الميلاد مثلا، خلينا نقول 2011 مثلا، طلع لي تاريخ الميلاد والساعة اللي مليت بيها. أحيانا أحتاج يطلب من مدخل البيانات يعرف وقت، يعني نحتاج بقواعد البيانات نعرف الوقت اللي نجري بيه تحديث على البيانات. طيب هسه هذه المحافظة أحبائي هذا شنو اسمه؟ لاحظوا أنا هسه عندي محافظتين واسط وبغداد خليت. أوكي أحبائي
إذا أنت من محافظة ثانية غير واسط، هذه لازم تضيفها، واضح؟ وخلي ببالك هذه شلون ضفتها، خلي السؤال ببالك، ديزاين تايم، ران تايم، إذا ران تايم شلون أضيفها، إذا ديزاين تايم شلون أضيفها، منو اللي أحتاج لها كود برمجي، منو بدون كود برمجي، إذا بدون كود برمجي يعني بالديزاين تايم من أي بروبرتي أضيفها، هذه كلها موجودة أكيد بالمحاضرة السابقة، لأن إحنا بالمحاضرة السابقة حكينا عن الليست والكومبو بوكس، وتقدر ترجع لها من خلال قائمة التشغيل، راح تقدر أنت ترجع لها. فهسه أنا راح أختار واسط، راح أختار هذه ظهرت لي هذه هنا. طيب هنا يقول لي شنو المهنة مالتك، مثلا أقول له فاكولتي ممبر، لاحظوا ظهر لي هنا أنا كفاكولتي ممبر، أو مثلا أقول له مثلا ستودنت. راح أشوف هنا أنا، دا تشوفون دا تتحدث عندي هذه القائمة. طيب أريد الصورة الخاصة بي، طبعا أريد كلكم أنتم كطلاب حتى أعرفكم أقيمكم، كل واحد الصورة الشخصية الخاصة بي، ولاحظوا هذه شنو شبيها الصورة، أحسنتم، كل الصورة ظاهرة، يعني شنو الخصيصة، سويت البروبرتي الخاصة بالصورة، هنا أكو خصيصة مسؤولة عن الصورة تشوفني كل الصورة تضغطها شنو. أوكي هسه أحبائي ايش رأيكم أيضا تقارنون الواجهة، مثل ما قلت لكم حتى تجاوبون لازم أول شيء تعرف كل مدخل من ذول المدخلات، وعندك الكود، وتعرف الكود شنو الكود اللي شنو الكود اللي تخليه بكل كنترول من ذول الكنترول. أحبائي راح تشوفون في مكان معين أنا مسوي إخراج على التكست بوكس، وبمكان معين مسوي إدخال على التكست بوكس، وبمكان معين مسوي إخراج على الليبل، وبمكان معين مسوي إدخال مثلا من كومبو بوكس وإخراج من ليست بوكس، أو مسوي إدخال من تكست بوكس وإخراج من كومبو بوكس. يعني أنا بالحقيقة محاول إنه يعني مثلا أدخل بكومبو بوكس وأخرج بتكست بوكس، وادخل بكومبو بوكس وممكن ادخل بكومبو بوكس واخرج بليست بوكس، وممكن ادخل بتكست بوكس واخرج بكومبو بوكس. فهذه المعلومات الامور كلش مهمه، لان انت احيانا يطلب من عندك يعني لازم تعرف كل وحده، التكست بوكس هو ادخال واخراج مثلا، الليست بوكس ممكن يكون ادخال واخراج، الكومبو بوكس ممكن ادخال واخراج، ممكن يكون عندنا الليبل شنو هو. اوكي ما اريد اقولها لان هي هذه كلها هو هذا واجبكم. اريد كلير للريكورد، كل الريكورد صار لها كليرينج، واضح احبائي؟ طبعا هذه اذا تشوفوها حتى هذه سوالها كلير، اوكي يعني بس بقت صورتها يعني ما مغيرها، بس هو اجرى لها كلير. طبعا انا كلير اريده بهذا المكان بالفول نيم، بهذا المكان، بهذا المكان، بالديت اوف بيرث، بالمحافظة، وبالبروفيشن. اوكي الصورة هسه ما اطلب من عندكم تسووا لها كلير، نغيرها في مكان اخر. فهذا برنامجك، اريد سكرين شوت، يعني مثلا هسه هذا احمد، مثلا علي، مثلا عفوا طبعا ما ياخذ الا اكتب له احمد عباس، لاحظوا اخذ رقم 1 2 3 4 5 6، اوكي هذا الرقم. جندر، تشوز جندر، ديت اوف بيرث، مثلا خلينا نقول اليوم المحافظة بغداد، هالمرة نختار، هالمرة ستودنت، اوكي راح اختار هكا ستودنت. اوكي شو تسوي لي؟ تاخذ لي سكرين شوت لهذه البرنامجك، طبعا كل التفاصيل اللي تخصك. شلون تاخذ سكرين شوت؟ هذه سنيبنج، تضغط لي هنا اكو هاي الران يسموها بالبحث ران، اوكي
حتى خاف واحد ما يعرف من المختصرات. تكتب برا او اس كي، خليني اشوفكم يا بالكيبورد. اوكي، بعدين ترجع، هذه طبعا الرن شلون نطلعها، علامه الويندوز ويا حرف الار طلعت لي الرن. ايش اكتب؟ سنيبينج تور، لاحظوا سنيبينج تور، هذه مقابلكم، مجرد خلي عرض الفيديو ب اتش دي يعني 750 وراح تظهر لك الكلمه هي كما هي، راح يظهر لك السنيبينج تور. طبعا هذه بعد ما احتاجها، راح تنفتح لك هذه الشاشه، تختار السكرين شوت الهذي. اوكي، تطلع لي كل الحاسبه، اريد حتى هذا التاريخ يطلع لي. اوكي، وتقول له بعدها سيف، وتحذفها وتحفظها هنا، تكتب اتش دبليو 3 هومورك 3، وتخلي طبعا قبل بعدها تخلي اسمك مثلا احمد محمد، اريد الاسم لزق بس بداية الكلمات اسمك واسم والدك واسم جدك، تخلي لي اياها كابيتال لتر وتحفظ لي اياها. اوكي، واريد الصوره الثانيه للكود الخاص بيك. اوكي، شنو الكود؟ يعني تصغرها للشاشه مثلا، تخليها 100%. اي خلوها 100%، طبعا خلوا ببالكم الكود اللي يدز لي كود، الكود ما يصير اكثر من هذا اللي ظاهر امامكم، اذا اكو اكثر من هذا امامكم فأنت عندك مشكلة. شو تسوي لي الكود؟ الكود أريده أيضا من تعطي سنيبينج تون، أريد للشاشة كلها، وتكتب لي أيضا سيف، تسيفه. أوكي، ذاك كان هوم وورك 3، هنا هوم وورك 3 وبعد الاسم 2 حتى أعرف هذه هي الكود. واضح، اريدكم تلتزمون بهذا الكلام، مو واحد يشتغل بكيفه، انتم مطالبين بهوم وورك، مطالبين باجراءات معينه تنفذون هذه الاجراءات. هسه خليني افتحها للصور، لاحظوا هذه انا راح تجيني الصوره بهذا الشكل، راح اجي اشيك انت كل الكود كاتبه صحيح، كل التفاصيل ظاهره لك صحيحه، راح اجي على الكود اشيك انا الكود فاهمه وحافظه اكيد يعني بدون نقاش، فاي مجرد ابغى الكود راح اعرفك انت حال صح او لا. خلوا ببالكم احنا هنا بالبرنامج الصوره شلون استخدمناها. اوكي، ممكن قد تكون ممكن تحتاج شيء ما تحتاج شيء وسيط، خلوا ببالكم. ارجعوا للمحاضره يعني هي المحاضره، هي محاضره اليوم اكيد انتم فاهميها، تشوفون شنو طريقة إحضار الصور، كيف الصور شلون نعرضها. أكيد إحنا دائما نقول ديزاين تايم ولود تايم، ودائما اللي العفو ديزاين تايم وران تايم، ودائما الران تايم هو بما المرتبط، من المرتبط بالكود، أكيد الران تايم مرتبط بالكود. ومرات شنو نحتاج للصورة؟ نحتاج وسائط، فخلوا ببالكم نحتاج بهذه الطريقة أو ما نحتاج. أوكي، هذه قدامكم الانترفيس، وإن شاء الله تكون هذه المحاضرة مفهومة. أتمنى لكم دوام التوفيق والسداد إن شاء الله، وإن شاء الله في محاضرة أخرى. دمتم برعاية الله وحبه.